تزعليش مني مره تانية. بس انت برضه قلتي لي يعني الجانب الاسرائيلي بقى او الكيان الصهيوني هيحصل عندهم، انت قلتي لي هيحصل حاجه يعني مهمه هناك. طب خليني اقول لك على حاجه. ما تهربيش. لا انا مش ههرب، انا هرد عليك برد منطقي. ماشي. هو العالم العربي كله مسيحي باسلامي بيدعي ان الدوله دي تنتهي. طبعا فهي هتنتهي، هتنتهي 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 ده باذن رب العالمين. وهتتوفى من عندهم حاله او قاده او شخص هيبقى عجوبه. اصل ربنا يا رب يكون لبالي. ما هو ان شاء الله ان شاء الله هو ربنا واقف بيصبر 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 لحد ما بيجي وقت القصاص بميعاده من عند الله. فهي انا بطمن كل الدنيا ان الا بذكر الله تطمئن القلوب. صح. ان ينصركم الله فلا غالب لكم. كمشهد فلكي، كطاقات، كعلم احنا بنقعد نفكر، كجميع ما بين السطور في الفترات اللي احنا فيها دي، هيدكوا هيدكوا ان شاء الله. الله وباذن الله. والبدايه هتكون ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خير ان شاء الله يا وفاء. طب خلينا عاوزه اعرف منك بقى، انت اتكلمتي عن علم الكواكب الخاص بالدول والشعوب. طيب لو هنقول بقى الكواكب وتغيرات الكواكب دي مع